السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة. كنشكركم بزاف على المتابعة وكنشكركم على التشجيعات. اليوم كنقترح عليكم وصفة ديال مسمنات معمرين كيكونوا في الفران، الشكل ديالهم مغير شوية. بالنسبة للحشوة كنحتاجو بصلة مشلضة، عندنا كذلك الفلفلة مقطعة ظريفات صغار، عندنا شوية ديال لي كروفيت. هاد الكروفيت ملي قطعتو ملي نقيته عفوا، هذاك الجلوف ديالو غليته في الماء وصفيت الماء ديالو، هو باش انا رطبت هاد الشامبينيون والفيرميسيل، دونك هادو مرطبين في الماء ديال الكروفيت باش ما يجيش لو غو ديالهم شويه باسل. عندنا هنايا هاد القطع ديال الموتزاريلا مقطعه او محكوكه كيف ما بغيتو. كنحتاجو شويه الزيت البلديه والعاديه، وكنحتاجو بالنسبه للعطريه عندنا غير الملح والبزار، وعندنا شويه ديال الثومه سواء بودر او محكوكه. اما بالنسبه للعجين فغادي نحتاجو فقط الطحين مع شويه الملح، وغادي نعجنوه بالماء. فاول حاجه غادي نبداو بيها هو ان غادي ناخذو البصله، شويه ديال الزيت البلديه، بسم الله، غادي نحطهم يتشحروا شويه فوق النار. هنا درنا البصله، اون فوا تنزل واحد شويه غادي نضيفو الفلفله مقطعه، هاي الفلفله حتى هي مع البصله دبلو. غادي نضيفو دابا كوبيت، بسم الله، شوية ثومة كوكا، ونضيفو العطرية، بزار مليحة، ونخلطو وما نساوش شامبينيون كريفيت شامبينيون و الفيرميسيل. هنا العناصر كلها خلطناها مزيان، في هذه المرحله بقى لنا نضيفو غير الموزاريلا، نضيفو الموزاريلا وغادي نطفيو عليه، نخلطو مزيان ونطفيو باش تذوب لينا غير السخونيه ديال اذا ها هي الحشوه ديالنا دابا واجده، نخليوها تبرد وغادي ندوزو نوجدو العجينة. العجينة هو وجدناه، عجناه ودلكناه مزيان، درتو هنايا كويرات صغار غيبقى يرتاح. وهنا غادي نوجدو الزبده تكون حراره المطبخ والزيت اللي غنورقو به. بعد ما ارتاحت العجينه مزيان نبداو دابا نصيبو الكريسات ديالنا، بسم الله، كنا نظفنا المكان اللي غنخدمو فيه، نطلقو الكره الاولى ناخذ الزبده بوماد بحال هكا، غادي نحاول نديروها في نطوى بحال المسمنه العاديه ونخليوها ترتاح. ناخذ واحده اخرى
ونبقاو مستمرين هكا حتى نساليو الكرات ديالنا كلهم ونعاود نرجعو من الاول تاني. علاش كنخليوها بوماد هكا وما كندوبوهاش؟ كتعاوننا باش يجينا المسمن مورق تقريبا بحال الشكل ديال لاباط فويتي. دونك الزبده ملي كتكون بوماد هكا كتخلي كتعطي ديك لا ماتيير غراس ما بين كل ورقه وورقه باش كتهز على بعضياتها. دونك انا غنكمل هاد المسمنات اللي عندي كلهم ونوريكم كيفاش غادي نصايبو الشكل ديال المسمنات. غادي ناخدو المسمنة بحال هكا بسم الله، غادي نقرصوها شوية وناخد معلقة من الحشوة هنا عندي فوق فرماج ديال الساندويتش، هذا اختياري، الا كان عندكم كتزيدوه. وغادي نطوي المسمنة هكا على شكل مثلث، نضغط في الجناب وناخد هاد الطريفات اللي هنا وندورهم هكا باش نحاول نحصل على شكل سمكة. غناخد الزيتون مقطع ونديرها على شكل عين ديال هاد السمكة. غنوريكم الشكل كيفاش كيجي. غناخدو حشوة نحطوها هنا، بعد غادي نطويوها بحال هكا على شكل مثلث، نضغطو من الجنب ناخدو الأطراف وندوروهم ونحاول نقادو لها الفورمة ديالها. ناخدو زيتونة مقطعة نحطوها على شكل عين. على هاد الشكل هذا أنا غادي نكمل المسمنات اللي بقاو ليا ونوريكم كيفاش كنزوقهم. من بعد ما كملت المسمنات ديالي غادي خديت شويه ديال البيض ضربته وندهنهم بالبيض شويه باش يجونا شويه محمرين. غادي ناخذ بافو كيبقى تزيين اختياري، ممكن نديروهم ممكن نستغنو عليهم على حسب لا متوفر عندنا البافو ولا متوفرش. صافي انا غنستنى هكا وندخلو الفران يتبل.